وصار طيبين وصار طيبين بالعيد خلص بقى خلاص ونرجع للشغل وكل سنة طيبين في بداية شغل رابطة النساء والتوليد. الروابط حاجة مهمة جدا واحدة من أهم أنشطة النقابة والمفروض إن هي بتجمع كل المهتمين بنفس البرانش في مجموعة واحدة صحة وجامعة وتأمين صحي وأطباء حر تخلي إن يبقى في تفاعل مباشر بين الأطباء وبعضهم هناك خبرات بين الأساتذة الكبار والزملاء ونقل الخبرات ده مهم جدا 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 جدا. عايزين في الآخر نوصل لمرحلة إن المريض الموجود في أي مكان ياخد نفس الخدمة الصحية بنفس الطريقة ونفس الإرشادات الدولية المتبعة وميبقاش في خلاف كبير جدا في طريقة العلاج من المنصورة للبطارية للمنزلة للشربين للبلقاس للضغط. وده الهدف الأساسي اللي المفروض كلنا بنسعى إليه إن الخدمة تصل للمريض بتاعنا وده ربنا سبحانه وتعالى فضلنا بيه على ناس كتير جدا إن احنا بنتعامل مع رابطة مولانا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية إن الرابطة المهنية في النقابة المفروض يبقى لها أنشطة كتير جدا ثقافية واجتماعية وهي ومهنية عشان لما يبقى في مشاكل مشتركة بتواجه التخصص يبقى الزملاء كلهم موجودين مع بعض ويقدروا يواجهوا هذه المشاكل. واحنا في الفترة الأخيرة في مشاكل كتير في البرانشات التانية لسه ما وصلتش للنساء وأرجو إنها ما توصلهاش يعني. الزملاء في الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيل عندهم مشاكل مهنية كبيرة. الزملاء في التحاليل الطبية والمعامل عندهم شوية مشاكل. دلوقتي الدنيا اتغيرت عن زمان شوية فلازم كلنا نقرب من بعض ونبقى موجودين علشان نقدر نرفع من كفاءة المهنة ونرفع من كفاءة نفسنا ونحافظ على هيبة المهنة بتاعتنا. كل سنة طيبين وشرفتوا ببيت العيلة نادي القوة الأطباء. بصراحة النشاط العلمي العظيم اللي بيقوم به الاثنين اليحيائيين يعني يحيى الجوهري ويحيى رماح والنقابة بصراحة أنا باسمكم بقول لهم يا جماعة في الوقت فاتحين باب الترشيح وأعتقد إن أديتهم فرصة مشكلة وأعتقد إن أديتهم ترشيح تاني. فأنا رأيي إن إحنا اللي عاوز يحيى الجوهري يترشح تاني وإبراهيم زياد يترشح تاني يسقف. شكرا جزيلا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد ان اكون موجود هنا والحقيقه دي مبادره عظيمه جدا وفرصه قد لا تتكرر ان يبقى في رغبه ان احنا يبقى في عندنا بروتوكولز وعندنا جايد لاينز. في تعاون عظيم جدا ما بين الجامعه وبين القاهره لان دلوقتي في للجايد لاينز الكلام اللي يناسب كرنس شربين محله وهكذا مش الكلام اللي موجود وبنعمله مع بعض وبنوصل في الاخر لكونكلوجن وده بيبقى بتاع الناس اللي قاعده ده بحيث ان احنا وقعدنا ديكتيتنج البروتوكولز دي على الاخرين. لا ده صحيح المفروض نعمله لكن مش توافق نشتغل على طول في الاخر بنوصل لثلاث صفحات ماكسيمم لو هما صفحتين الاحسن ونقول ان ده البروتوكول اللي احنا هنمشي عليه في المستشفيات بتاعتنا الموجوده في شربين والمحله والمنصوره على حسب الامكانيات. طبعا يعني جيفز لي بليجر تو انتروديوس دكتور حامد يوسف واخد المبادره النهارده ان هو يتكلم على ال بيتكلم
بريكنسي اند كانسر. شكرا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في بدايه الفعاليات اليوم اتوجه بالشكر الجزيل للاستاذ الدكتور حامد يوسف رئيس اقسام النساء والتوليد بمستشفيات جامعه المنصوره، وهو الشريك مستشفيات جامعه المنصوره هي الشريك الاول في هدف اللي احنا كلنا بنسعى عليه، وهو تحديث وتنصير وتوحيد، تحديث وتنصير وتوحيد بروتوكول العلاج الطبي لأهم حالات النساء والولادة، وده الهدف بتاعنا، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونبدأ فعاليات اليوم. اتفضل. ما بعرفش لو كان كويس زي ما بيقولوا ده، بس اللي انا بقوله ان احنا فعلا انا كان ليا دريمز، وان اوف ماي دريمز ان يبقى اول حاجه عندنا كروسي اند بريكس اند بروتوكول. فده كان اول حاجه ليا ان احنا نعمل الكروسي اند بريكس، وما كنتش اقدر اعمل البروتوكول الا بعد ما نقول الكروسي اند بريكس، يعني النسخه الجايه هيبقى ثالث ايتم فيها اللي هي بروتوكولز، هيبقى سكيم او الفريز كل حاله هنزل. زي ما انا هقول المحاضره النهارده، المحاضره النهارده ما فيهاش كلام نظري، المحاضره النهارده عباره عن حاجات براكتيكال، وفي الاخر هنقوم حاطين سكيم وهنتناقش فيه ينفع ما ينفعش وايه اللي ممكن يتشال وايه اللي ممكن نمشي عليه. الحاجه الثانيه ان يبقى في جود ريليشن شيب بيننا بين الجامعه وبين الصحه، ودي فقدت او ما كانتش موجوده، وبلاش نحط راسنا في الرمل ونقول ان احنا علاقتنا كويسه، لا احنا علاقتنا زي الزفت، فاحنا بنحاول نحسن العلاقات. ثلاثه يبقى في نوع من النون بيرسونال كوميونيكيشن، لو حد احتاج حاجه منكم مننا، لو احتاج حاجه منكم وهكذا، برضه دي كانت مفقوده. رابع حاجه ان يبقى عندنا ريال براكتيكال كلينيكال ورك شوب، ومن هنا بقول لكم ان انا نظمت 22 ورك شوب، ال 22 دول حاجات كلينيكال براكتيكال. اول واحد فيهم هيبقى على البلاسينتا افريتا، او اللي انتوا بتقولوا عليها اكريتا. البلاسينتا اكريتا العفريتا دي هيبقى فيها 10 بس من الصحه معانا، ال 10 دول هيبقوا اتليست اخصائيين ومش كبار قوي زي الدكتور يحيى والجماعه دول، عشان ما عادش ينفع يتعلموا حاجه ولا صغيرين قوي. هما الميدل ايج على اساس يجوا يشتغلوا، هما اللي هيشتغلوا ويقعدوا معانا فتره في الجامعه وهيطلعوا يشتغلوا البلاسينتا اكريتا كويس، والابربشن والحاجات البلاسينتا انفيجن والانكريتا والبركريتا وربط الانترنال ايلك والكلام ده هيتعلموه كويس، وكل واحد هيروح حتته يتعلم. يبقى في الميدل ايج بتاع 35 40 سنه يكون اخصائي بقاله 3 4 سنين، مش هناخد اكتر من 10، ال 10 دول مش هيمشوا من عندنا الا لما يكونوا كويسين. دي بدايه الحاجه اللي انا بقول لكم عليها، ده اول ورك شوب هيبقى براكتيكال كلينيكال، وفعلا هيبقى في حاجات مهمه بالنسبه لكم. الهدف من الكلام ان احنا اول محاضره دي وبعد كده هتمشي نفس السلايد دي، اي حد هيجي يتكلم بقول له هيلتزم بالسكيما دي. واحد يقول لكم ايه هو الموضوع كبوليسي، اثنين كبروسيجر، ثلاثة بعد ما الواحد يقعد أسبوع أو 10 أيام يحضر الموضوع ممكن يقدر يطلع سيوتابل بروتوكول يناسب، زي ما الأستاذ الدكتور أبو بكر قال، يناسب المنطقة بتاعتنا. فهو الهدف كله رقم ثلاثة إن هو وضع بروتوكول، ده مش موجود في البول في الكتاب اللي معاكم، لأن أنا ما كانش أقدر أعمله مرة واحدة ولا نقدر إحنا نعمله مرة واحدة إلا بعد ما نعدي على الخطوات دي. الموضوع ككل يتفهم يتقرا، بعدين نقوم عاملين لوجاريتم، يعني بعد كده الكتاب ده هيتعاد، هيبقى في نهايه كل شابتر عباره عن لوجاريتم زي اللي هتشوفوه اللي انا بتخيله. فبالتالي اي موضوع هيجي هيبقى البيربوس بتاعه ان انت توسيتا كبيرة بوليسي بروسيجر بروتوكول فور ذات توبيك. ايه هو التوبيك ده؟ بري كلامسة كلامسة دايبيتس هارت وات ايفر. كبداية أنا هتكلم مش على الديفينيشن بتاع الطلبة بتاع البريكلامس، أنا عايز أقول في الديفينيشنز بتاعة البريكلامس الحاجات اللي هي قد تكون جدة عليكم بعد ما اتخرجتوا وقد تكون جديدة بالنسبة لكم. الديفينيشن بتاع البريكلامس أنتوا عارفين، يعني الجستيشن هايبرتنشن
and or proteinuria which developed after 20 weeks of gestation and during labor and during the period. That definition. بقى proteinuria و hypertension. كان زمان الإديمة involved, الإديمة دي تشالت. طب ليه تشالت من الديفينيشن؟ لأن 80% من الستات الحوامل فيها إديمة. الكلاسيفيكيشن بتاع الهايبرتنشن قد يكون جستيشنال هايبرتنشن يعني هايبرتنشن بس, بروتينوريا يعني بروتينوريا بس, أو هايبرتنشن بروتينوريك أو بروتينوريك هايبرتنشن ودي بريكلامس. أو قد تكون كرونيك رينا أو كرونيك هايبرتنشن أو سوبر إمبوز. وبعد كده في مجموعة كلاسيفايد والمجموعة الأخيرة اللي هي الإكلامس. يبقى أول حاجة في الديفينيشن إن الإديمة اتشالت. مش همر بالكلام ده لأن أنتوا عارفينه. لو البلاد بريشر أو البروتينوريا بيفور 20 ويك المفروض مش هيبقى ما تعتبرش بريكلامس. أفتر هنعتبرها بريكلامس. قد تكون بروتينوريا الوحيدة وقد تكون هايبرتنشن الوحيدة. إنما بريكلامس عادة الاثنين مع بعض. النقطة دي مهمة جدا. ايه هي؟ ان انت لو عين عندها واحدة من الحاجات دي بريزنس اوف واحدة من دول اللي هم من اول ثلاثة لغاية 11 عين عندها اوليجوريا او امبيرد رينال فانكشن او ديفيتد ليفر انزايم او ثرومبوسايتوبينيا او بالمونري اديما او اي جي ار او فيجوال ديستربنس او جاستريك بين او اريتابيليتي ايفن لو مفيش هايبرتنشن او بروتينوريا ترجع للسلايد ورا. You have to suspect ان العينة تكون عندها بريكلامس. تاني يبقى الديفينيشن بريكلامس شال منه الإديمة بقى بروتينوريا او هايبرتنشن. اتنين You have to suspect even لو ما لقيتش هايبرتنشن او بروتينوريا اذا وجدت اورجان معروف ان هو بيبقى افكتد بالبريكلامس افكتد دور وركز كده قد تكون هايبرتنشن وانت مش واخد بالك. ترجع انا قريتها ما دخلتش بقى بس رجعت للديفينيشن بتاعنا زمان واحنا طلبه كنا بنقول ايه زياده 30 15 من 30 15 دول ايه 30 60 15 دول قد تكون على ضغطها 90 60 وانت قايس العيانه 135 او 140 140 على او 140 90 يبقى الزياده دي اكتر من 30 15 وانت مش واخد بالك ان العيانه هايبرتنسيف بس العيانه ديفلوب وان اوف ذيس سيمبتوم اند ساينز أو one of the organs which may be affected as a result of preeclampsia is very affected right now يبقى تدور على وجود الهايبرتنشن والبريكولوم. حتى لو لقيت هايبرتنشن بس هتمشيها ان هي preeclampsia اذا وجدت الحاجات التانية. يبقى تاني الإديمة is not involved. اتنين you have to suspect if there is one organ is affected even لو ما فيش الرقم اللي انت متعود عليه بتاع الهايبرتنشن. مهمة جدا الكلمتين اللي اتقالوا حكاية ان مفيش إديمة لان 80% في البريجنانت وومن اوريدي وديت إديمتس. ومهم قوي ان انت يو هاف تو سسبكت امتى وجود البريجنانسيا ايفن لو لقيت العيانة لوكس لايك نورمو تنسل انما ان رياليتي قد تكون هايبرتنشن بالبيز لاين بتاعها اللي هو الديفينيشن بتاع زمان. ايه هي البوليسي بتاع البريكلامس؟ هم 8 كلمات. هو في الكتاب هتلاقي مثلا 8 ورقات هم 8 كلمات هنا. اول حاجه عايزين حد يمسح البتاع دي. اول حاجه it is a serious condition. You have to know this. Number 2 you have to hospitalize your patient. Number 3 you have to inform your senior. Number 4, delivery is the treatment and the treatment is the delivery. And so, delivery is the treatment and the treatment is the delivery in cases of severe preeclampsia, imminent eclampsia and eclampsia. You have to have full assessment and full counseling regarding maternal and fetal complication. You have to inform neonatal intensive care unit and you have to follow up your patient postpartum for about 6 weeks. Which is commonly used and sometimes maybe extended to 12 weeks in order to be sure of your diagnosis. ما انت مشخص البريكلامسيا والديابيتس الجستيشن اوف ديابيتس ازاي؟ بيقول لك اتس ريتروجريد دايجنوزس. يعني ايه ريتروجريد دايجنوزس؟ يعني كان جالها هايبرتنشن وثم اختفى. ده كان جالها ديابيتس اثنين حمل ثم راح. ما تقدرش تقول على الجستيشن اوف ديابيتس اول مره تشوف ان ده جستيشن لانه قد يكون مستمر بعد هذا
فيقع الديفينيشن بتاعك في طائلة الغلط. يبقى بنقول هنا ان البوليسي بتاع ال severe pregnancy it's a serious condition, hospitalize your patient, inform your senior, you have to deliver the patient, you have to do full assessment, you have to inform in the ICU and the postpartum hemorrhage, the postpartum care قد يمتد الى 12 week. كلنا عارفين الهيلب سندروم بس ده انتم ما تعرفوش ان الانسيدنس بتاعه زي ما احنا متخيلين. ده الانسيدنس كتير 20% of severe pregnancy patient may develop هيلب سندروم. يعني عندك 10 حالات انت اتاخرت عليهم اثنين منهم ممكن تو ديفلوب هيلب سندروم. هيلب سندروم معروف هيموليزيس و elevated liver enzyme and low platelet. دي البوليسي بتاعت البريجنانسي. طب what are the procedures؟ ايه الخطوات التي يجب اتباعها لو العيانة جات واحنا اوريدي دايجنوز ان هي بريجنانسي؟ هجمعها في وان سلايد وبعدين هنفكها. ماتيرنال اسسمنت مطلوب منك اربع حاجات، انك واحد بلاد بريشر بروتولوريا، اثنين تعمل سبع حاجات، ثلاثه كلينيكال اكزام بتطلع حاجات معينه اللي هي الجاستريك بين، الرايت هايبوجاستريك بين، الريفلكس والفندس، وفي الامبورتنت سيمتوم يو هاف تو اسك اباوت اذا كان هناك هيديك او فيجوال ديستربنس او الجاستريك بين او رايت هايبوكوندريال بين، او لو شايف العيانه بتقول لك عندها جنرال ماليز ويكنس وهكذا. بعد كده في تاسسمنت مطلوب منك تعمل اربع حاجات. في الاكلام سنتين مطلوب منك حاجتين مش اربعه، لان مفيش وقت في الاكلام انك تقعد تعمل الاربع حاجات اللي مطلوبين في البري اكلام. في البري اكلام يو هاف تو دو ان الترا ساوند، يو هاف تو دو ابلايكال دوبلر، يو هاف تو دو سي تي جي، وبعد كده تعمل الفيتال موفمنت شارت. وحط البلان اوف مانجمنت. بلان اوف مانجمنت از ديليفري. تاني المانجمنت از ديليفري. But before delivery, you have to control the patient. يعني ايه؟ To control the hypertension. اتنين to prevent development of convulsion. تلاتة تعمل حسابك ان ما يحصلش هيلب لو حصل تتصرف. وبعد كده the post operative care. يبقى البلان بتاعك ان انت to deliver the patient. السؤال when and how. هيجي وقتها. الماتيرنال اسسمنت. انا عايز اعرف ازاي بنقيس البلاد بريشر. How to measure the blood pressure. يا ريت حد من الدكاتره بتوعنا يقول عارفين ازاي بنقيس الضغط. حد يقوله بس بسرعه عشان الوقت. How to measure the blood pressure. ممكن حد يتكلم ولا ممكن تفضل اي حد. How to measure. ممكن حد يتكلم ولا انا اتكلم؟ قول اتفضل. ايه؟ جميل. والكيس الرايت هاند ولا ليفت هاند؟ نعم رايت هاند. ولا ليفت هاند؟ ليه؟ ليفت هاند. وتبقى الليفل بتاعها فين؟ على ليفل الابار. وازاي لما ترفع الضغط اولا وتختار الكاف سايز بتاع ايه؟ المناسب لمين؟ لليد. ولما تيجي ترفع وتنزل تنزل بمعدل قد ايه؟ ريت اوف ديستيشن. وليه؟ ليه تنزل بريت اوف ديستيشن ده؟ تنزل بريت كام؟ 2 ل 3. ونستعمل انهي سبيكا مناطق؟ انهي جهاز ضغط؟ البري ريكوزيت لقياس الضغط مهم جدا. رقم واحد بتعتمد على الفورس ولا الفيفس كورتيكوف. انتوا عارفين الكورتيكوف الميجرمنت عندك اول ساوند بيختفي، اول ساوند بيظهر ده الفيفس، ورابع ساوند بيختفي، والفيفس هو والرابع اللي هو بيبقى نافض، والخامس اللي هو بيختفي. معرفش انا محمد انت قايل قريب برضه والدكتور ابو بكر، انا طول عمري بعتمد على الفورس كورتيكوف، وكنت قايل ان هي الفورس كورتيكوف. ليه؟ لان الهايبر دايناميك سيركيوليشن ممكن تخلي البريجننت وومن الفيفس كورتيكوف موجود لغايه ضغط 30 و40 و50. معرفش امبارح لفيت الدنيا كلها واول امبارح كلهم قايلين الفيفس كورتيكوف اختفاء السبب. معرفش هل حاجه اتغيرت ولا لا. احنا طول عمرنا بنقول ان في البريجننسي يو هاف تو ديبند اون ذا فورس كورتيكوف. حتى انا عدلتها امبارح لقيت الامريكان الاي سي الامريكان كولج اوف اوبي سي قايلين فيفس كورتيكوف، ودورت في الارسيو لقيتها الفيفس كلهم فيفس. فبنقول اول حاجه ان انت تعتمد في الدايستوليك بلاد فلو على كلام الناس على الفيفس مش على اللي احنا متعلمين. معرفش ازاي. اثنين الكاف سايز اللي انت بتختارها تبقى مناسبه. ثلاثه ان انت تبقى ليفت لاترال بوزيشن
4 تبقى لك 45 درجه، 5 تقيس الليفت مش الرايت، 6 وانت نازل تنزل بمعدل 2 3 مركري. ليه مليمتر مركري؟ ليه؟ عشان ما تقعش منك مره واحده فتاخد هاي بريشر فيطلع الدياسول بتاعك غلط فيطلع فولس بوزيتيف ريزلت. اخر حاجه المركري مانومتر هو اللي يفتح. لو ما لقيتش مركري لازم تريكابتيونيت الاجهزه التانيه، انما الاساس ان احنا نقيس الضغط باجهزه المركري. هات ميجر بروتينوريا، البروتينوريا بتديك ستيك وبتديك فولس بوزيتيف. الاحسن انك تقيس 24 اور يورين وتقسمه وتعرف ان هو 0.3 يعني 300 مللي او 3 من 10 جرام في خلال 24 ساعه يورين كونتكتد، ساعتها تشخص ان هناك سيفير بري اكلامس. بتبص على التوتال بروتين، بتقيس الكرياتين كليرنس وبتدور على الكاتل البرومين ريشيو. لازم تشوف السي بي سي، في السي بي سي عينك بتروح على حاجتين اساسيتين، على الهيموجلوبين وعلى الهيماتوكرين. لقيت الهيموجلوبين عالي توقع ان هيموجلوبين كونسنتريشن، كذلك الهيماتوكرين. لقيته ناقص او توقع ان هناك هيموليز. بص على البليتلت برضه عشان تبقى عارف الرقم. ليفر فانكشن وكيدني فانكشن بتبص عليهم لازم بتشوف فولوريك اسيد والبي دي والاي بي تي والسيرم الكترولايت والبلاد فيلم لو شكيت ان هناك هيموليز. في كلينيكال اكزام زي ما قلنا الجاستريك بين الريفلكس الفانتاس اكزامينيشن اهم ثلاث حاجات بتدور عليهم. في الساينس اهم حاجه الهيدك والفيجوال ستيبلنس والنوزيا والفوميتنج الجاستريك بين الراتب كوندريا بين والامانت فيورين والجاي كونديشن اوف ذا بيشنت وذر ذير از ماليز ولا مفيش ماليز. الفيتال اسسمنت اربع حاجات مطالب فيهم لو على بيت نفسه. واحد انك تعمل التراساوند وتعرف ليه بتعمل الروجستيشنال ايج والبوزيشن والبرزنتيشن والامانت فلويد والبلاسيندا والحاجات دي. اثنين الامبلايكال كورد عشان تشوف نورمال ولا ابنورمال، اذا كان ابنورمال ريفرس الدايستوليك فلو ولا ابسن. وبعد كده السي تي جي وتعرف تقراه اذا كان رياكتف ولا نون رياكتف وفيتال موفمنت. بعد كده البلان اوف مانجمنت، خلاص الحاله اتشخصت هاو تو مانج. المانجمنت بتاعها عباره عن ترمينيشن ثم ترمينيشن ثم ترمينيشن. بالنسبه للترمينيشن بتسال سؤال وين اند هاو، امتى وازاي، ولو الحاله هيلب بعمل ايه. وبعد كده كنترول العينه بسرعه في حاجتين الضغط والكونفولشن، هي يعني ما عندهاش كونفولشن فعشان كده بتستخدم المجنيزم سلفيت از ريفلكتيف ميجرمنت ان اوردر تو بريفنت ذا ديفلوبمنت اوف كونفولشن. على النقيض المجنيزم في الاكلامسيا تستخدمه كثيرابيوتيك. بعد كده البوست اوبريتيف كير لو عملت سيزيريان سيكشن مهم جدا انك تبقى عارف نقطه معينه كده هنقولها. النقطه دي الفلويد اللي بتاخده قد ايه وليه؟ اثنين المجنيزم سلفيت اللي انت بداته توقفه امتى وليه؟ السؤال الاولاني هو انتو ديليفر ذا بيشنت لازم نبقى عارفين. العينه الايمنت اكلامسا او الاكلامسا ما فيهاش نقاش، كنترول ترمينيت وذن 6 اور. البري اكلامسا السيفير بري اكلامسا المفروض ان هي نير تيرم ما فيهاش نقاش، كنترول اند ترمينيت. هي بتيجي المشكله في التايمنج لو في العينه دي كانت بري تيرم. لو هي بري تيرم وعندك فاسيلتي انك تدي استرويد وتستنى 24 48 ساعه ادي استرويد ذن ترمينيت. الكلام ده كله هم لموا في سكيم في الاخر. بنقول ان الاميديت تريتمنت ان سيفير كيسز او اميديت ترمينيشن ان سيفير كيسز افتر 20 1 او 2 دايز اف يو هاف ا تايم تو ستارت ديستروي لو هي بري تيرم. وبعد كده نوت ديليفر لو البيشنت جايه بمايلد بري اكلامس. وطبعا بتكونسيدر الكنترول بتاع الهايبر تنشن وكنترول ال او بريفنشن اوف كونفولشن. هاو تو ديليفر، شوف العينه فاجينا، شوف البيشنت سكور، خد قرارك فاجينا او سيزيريان. There will be no problem على حسب ما انت شايف. اي حاله فيها هيب سندروم تساوي immediate termination. المجنيزم سلفيت والدوز والكلام ده كله ده المحاضره الثانيه. الانتي هايبرتنسف في حاجتين بنستعملهم، حاجات انتي نيتال بيريود وحاجات انترا بارتال بيريود.
الانتي نيتال الموست كومن يوز كلنا عارفينه اللي هو الميثايل دوبا، بس ايه الميثايل دوبا اللي بياخد 2 اور 3 دايز عشان يبدا شغله، الاوتوميت بياخد وقت عشان يبدا، فممكن تخش معاه بحاجه زي الناس دي بيركات عشان البروكر بيفور يعني مع بعض على اساس ان انت على بال ما الاوتوميت يبدا يشتغل. الانترا بارتم للاسف ما عندناش الهيدرالازين، واحد هو ده اللي دراج تشويس يلي اللي بيدلولنا الحاجه دي كان فيها تاكي كاردي، انما الحاجات دي عاده ما بنوصلهاش غير سيفير بريك هانس. البوست اوبرتيف فلاير لا تتعدى 80 مللي في الساعه. ليه لا تتعدى؟ عشان انا بخش منك في ايه؟ في اوفر لود وبالمونري ايدي. يبقى هنقول البريك هانس كلمتين بوليسي وبروسيجر. البروتوكول بقى ان انا هحطه في الاخر عامل ورقه واحده الكلام ده كله، وهناخد راي بعض لو انتوا عايزين تعدلوا فيها حاجه هنعدلها على اساس ان احنا هنعملها باذن الله يا رب. انا ممكن ان شاء الله هعملها وابعتها لكم تعملوها، هنعملها بانلز توضع في مستشفياتنا، وهي الاخيره دي يعني الالجوريزم اللي هتشوفوه فعلا هيعجبكم في الاخر ان شاء الله، وهيتعمل وهيتوزع علينا. الموضوع الثاني الاكلامسيا. الاكلامسيا كديفينيشن انتوا عارفين ان هي جراند مال ايفيدنسي ويتش اوكير ان اكيس اوف بري اكلامسيا. فبالتالي انتوا الديفينيشن مش هنطول فيه ولا الستيبس والستيجز والباثوجينيسيس. انما الهدف من الكلام ايه؟ نفس السلايد الاولانيه، ان انت تو هاد تو سيت ا كلير بوليسي بروسيجر اند بروتوكول فور ذا دايجنوزيس and management of eclampsia. البوليسي اللي كنا قلناها هناك بتاعت البريكلامسيا it's nearly the same، بس هنغير الكلام. التانية كنا بنقول it is a serious condition you have to hospitalize your patient, inform your senior and terminate بلغ ال ICU والبوست اوبرتيف كير. Exactly the same ولكن بدل ما يصير it's a life threatening condition to the mother and to the fetus. You have to hospitalize your patient, you have to inform your senior, you have to deliver the patient. هما الأربعة دول هما هما. It is the same policy. ولكن دي في الإكلامسيا لازم يبقى عندك حاجتين. You have to be rapid and you have to be aggressive. مش aggressive تضرب العيان. لا، يعني تاخد decision سريع وتنفذه. ما تستناش لما يجي another fit وتبقى recurrent fits من الإكلامسيا. الفول اسسمنت اكزاكتلي ذا سيم، بس الفول اسسمنت مش هتاخد فيه وقت زي الحاله الثانيه، ان انت تقعد بقى تعمل سي تي هي حاجتين الترا ساوند سي تي جي وخلص، انما مفيش دولار مفيش فيتامين مومنت كاونت مفيش الكلام ده خالص. ليه؟ لان الديسيجن يو هاف تو ترمينيت وذن 24 اور، فبالتالي ذير از نو نيد تو دو فيرتر انفستيجيشن. لازم تبقى عارف ان الاكلامسيا دي ما تشيلش همها لوحدك، يعني لازم يتوزع دمه بين القبائل. It's a multidisciplinary. يعني ايه multidisciplinary؟ يعني انت وبتاع انيثيزيا واطفال و intensive care. لازم يبقى multidisciplinary، الناس دي كلها تشترك في مش الديسيجن، تشترك في المانجمنت. هناك فرق بين الديسيجن و how to do this decision. الديسيجن واضح، you have to terminate within 24 hours. But before terminate, before termination, control the blood pressure, control conversion, stabilize your patient. دي سيت اكلامس، بس مفيش غير كده، ده اكلامس. المانجمنت بتاع الاكلامس از ترمينيشن، بس بيفور ترمينيشن يو هاف تو ستابلايز يور بيشنت، تو ستابلايز ذا بلاد بريشر، تو ستابلايز ذا كونفكشن، تو تريت اند بريفنت كونفكشن. عملت الثلاث نقط دول ترمينيت، تعمل بوست اوبرتيف كير. بس هيجي تريكس في الترمينيشن ازاي وهنعملها وايه الانسيزا اللي نختارها وهكذا. يبقى هاو تو مانج الكلامسيا، نمبر 1 ستابلايزيشن. ازاي؟ هايبوكسيا، هايبرتنشن، كونفكشن. نمبر 2 اسسمنت، مادر اند فيتس، المادر بسرعه اكزامينيشن، تو كلمه هي ريت سايز 18، استرا، انبوت اوت بوت شارت، واعمل الانفستيجيشن بسرعه. الفيتس هم حاجتين، سي تي جي والترا ساوند. There is no need, there is no time انك تعمل اي حاجه غير كده. مفيش دوبلر، مفيش حاجه غير الترا ساوند العيال كويس عايش زائد سي تي جي. اثنين delivery، you have to be rapid and aggressive.
نوع الانستيزيا يو هاف تو افويد الجنرال انستيزيا بحد تحدي كبير قوي دي مهمه جدا بالنسبه لي وهقول ليه يو هاف تو افويد ان جنرال في الناس بتوع البريك لانس لانس دروب يو هاف تو افويد ذا جنرال انستيزيا برضه من الحاجات المهمه اللي تعرفوها رول ذا رول از ريجنال في بعض الحالات الاكسبشنال الجنرال ليه افويد الجنرال حد اوبن ديسكشن حد ليه تبعده عنها ماشي بس انت ما اكسديشن معقول بس مش هو ده هو بيقول دلوقتي انت بتقول مين المستشفى سنتر لا المجنيزم بص لما اوصل المجنيزم سلفيت المجنيزم سلفيت مش عارف سنتر الاساسي البريتش سكول بيستخدم الدايزيبام الامريكان بيستخدم المجنيزم البريتش يقول لك نو مفيش غير الدايزيبام لانه مش عارف سنتر الامريكان يقول لك مفيش غير المجنيزم لانه مش عارف بريفرنت انما المايند افكت بتاع المجنيزيوم سلفيت التي تظهر في حالات السيفير بريك كانسر نتيجه ان البارير في البريك فيها مشكله انما مش المين فانكشن بتاعه انما انت ممكن تقول لي حاجه ثانيه يعني البصل المجنيزيوم سلفيت لما بتديه ممكن يعمل يشتغل على نقطه الدريت في اي حاجه لها علاقه بالدي بي كورالين المصل ريلاكسنت هتخلي العيان تسوق اكتر فبالتالي لازم اعرف الدكتور التحضير بتاعك ان العيان ده العيان دي ماشي على المجنيزيوم سلفيت خد بالك من اي مصل ريلاكسنت ليه؟ لان العينه بتبقى كونفالس ان اتسلف يعني ايه كونفالس ان اتسلف؟ المجنيزيوم سلفيت اتس نوت جود ميديسن سبب ميديسن لو اتكلمنا بقى بسرعه ليه؟ لانه البارالايز بيشنت ابارنتلي يعني ايه ابارنتلي؟ بيروح يقفل الموتور اند بلاي انما لو عملت لها اي جي هتلاقي فيها كونفالس فوي اما يجي وقت المجنيزيوم يتكلم فالسؤال اما يجي وقته لا انما ليه بالديفويد جود؟ عشان ايه؟ لا مش عشان الميتابوليك ليه؟ لا مش عشان انا تيجي تسحب ليه؟ لا واحد مين اللي قال ورا؟ في حاجتين وانت بتعمل انتيوبيشن ممكن ترفع الضغط اكتر اثنين عشان الرينج القديمه فبتبقى مور اور ليس جنرال اوحش بالاضافه لو العينه واخده مجنيزيوم سلفيت ودخلت في ماتيرنال هايبر ماجنيزيميا هتبقى بايبل 2 يحصل لها كومبليكيشن فبنقول ان هو treatment is delivery you have to stabilize the patient hypoxic obstruction and hypertension you have to assist the patient وبعد كده نبص للنتال كير والكونتينيشن بتاع المجنيزيوم سلفيت تاني بعد الولاده انا ما بحطش اكتر من 80 سي سي في الساعه how to prevent and correct hypoxia ممكن نخلي الورق ده بعد ما اخلص لو سمحت ممكن بس انا اقصد ستابلز ما بركزش يعني ماشي بعد اذنك لو ممكن لو مش هيضايقك لو هيضايقك اشتغل واطلع انا بره. بنقول ان هو هاف تو مانج هايبوكسيا بتخلي العيان على ليفت لاترال بوزيشن بتحط الماوس جاك وبتعمل الاسبريشن وبتدي اوكشن. ده هاو تو بريفنت هايبوكسيا وتخلي الاوكشن ريت بتاعك المفروض 10 لتر في الدقيقه تظبطه. ده رقم واحد. رقم اثنين تو كنترول الكونفشن عشان تو كنترول الكونفشن عندك حاجتين مجنيزيوم سلفيت ودايزيبان. بس انا عايز اقول لك حاجه المجنيزيوم سلفيت في حد ذاته وحش وهقول لك ليه وخد بالك لما تيجي تديه بيحصل ايه وهات افويد الكلام ده اثنين الدايزيبام تديه امتى وليه وازاي والريت بتاعه رقم ثلاثه كنترول الهايبرتنشن زي ما قلنا ان هو الابريزولين او الهيدرالازين الماتيريال ستاتس اسسمنت بسرعه كده فور كلينيك الاكزام القسطره والاثنين كانولا والان والاوت و vaginal examination in order to know whether the patient will be delivered by vaginal route or by cesarean. The fetal assessment, زي ما قلنا هما حاجتين مالهمش ثالث ال CTG وال ultra sound. The plan of delivery. The definitive plan of delivery is, the definitive plan of treatment of eclampsia is delivery. For delivery you have to be rapid and aggressive. The postnatal care, the ICU, العينة تروح ال ICU لمدة من يوم ليومين المجنيزيوم سلفيت يستمر ل 48 ساعه ابدا بقى اقلب العينه اللي كانت ماشيه على انترافيموس انت هايبرتنشن اقلبها الى اورال وريستريكت التوتال اماونت اوف فلويد ويتش از جيفن تو يور بيشنت تو 80 سي سي في الساعه عشان توفويد حدوث البلمونري ايديما ايه الريسبونسبيلتي كلنا ريسبونسبل والنرسنج والانستيزيا والانتنسيف كير الايكويبمنت اللي المفروضه تبقى عندك او هلك مع المجنيزيوم سلفيت
ده النص الاولاني من المحاضره اللي هو عباره عن practice and policy of pre-eclampsia and eclampsia. انما النص الثاني بقى الميديكيشن اللي احنا بنستعملها اللي هي المجنيزم سلفيت. المحاضرة دي كلها هي 10 سلايد وفي الآخر هتتلم في 1 سلايد. مجنيزم سلفيت بروتوكول، الأكشن أوف مجنيزم سلفيت أربعة بس خليهم ثلاثة. رقم واحد إن هو بيشتغل على موتور إند بليد فهو نيرو ماسكولار بلوكر. نمبر 2 إتس مايد فازو دايليتور. نمبر 3 الدبريست تو أليتد إفكت سينيس. لو اديته في العيانة النورمال مش هيأثر، إنما الناس اللي عندها بري كلانس إكلانس يبقى عندها البرين بارير مختلفة شوية، مش مهم التفاصيل، فبالتالي عشان كده له مايند إفكت على البرين، إنما هو ويست سنترالي أكتنج دراج، هو بريفرالي أكتنج دراج، ولو اتكلمت الصح إتس باد ميديسين. ليه؟ لأن البيشنت كونفالس إن إتسيلف، لو عملتها أنا يجي هتلاقي عندها كونفالس شوية، إنما هي بارالايز، أنت بتشد العيانة. ماشي؟ عشان كده يستحسن لما تيجي تديه تدي معاه حاجات تانية زي الأسباب تسليبك وما تزودش الدوز بتاعته عشان يخش منك في متنة الهايبر ماجنيزم. رابع حاجة إن هو مايند فازو مايند دايريتك. فبالتالي بنقول نيرو ماسكولار بروكر ديبريس سي ان اس توليت البيت اند بريفير فازو دايريتك. واتس ذا انديكيشن؟ سيفير بريكنانسيا، ايمينانت اكنانسيا اند اكنانسيا. But you have to know that. In severe and imminent, it's a prophylactic. But in eclampsia, it is a therapeutic. Contraindication, three things. As هو ثلاثة ثلاثة ثلاثة. Contraindicated liver, hepatic, and be cautious مع الكارديك. بيبقى له ثلاثة function, ثلاثة indication, وثلاثة contraindication. الأمبول بتاعه 1 جرام في 10 ملي ديستل دووتر. يبقى الواحد الأمبول بكام؟ بجرام. اللودنج دوز سواء كانت سفير بريكلانسيا او اكلانسيا بتدي 4 جرام. انترافينوس مهم جدا جدا على مدار قد ايه؟ 15 دقيقة لازم تديه بالراحة جدا لانه رابيد انجكشن ماي كوز كاردياك ارست. رابيد انجكشن اوف مغنيسيوم سلفيت ماي كوز كاردياك ارست. Rapid injection of magnesium sulfate may cause cardiac arrest. وبالتالي you have to be very slow. في حالات الإكلامسيا لو أنا فيها فت ادي حاجة تشتغل بسرعة centrally acting زي الدايزبام وبعدين ادي الدوز بتاعة المغنيسيوم سلفيت. الدايزبام لما بتديه تديه برضه بالراحة وعلى مدة ده تقل عن دقيقتين. يبقى أول حاجة في المغنيسيوم سلفيت لو تديه كابولاس دوز بتدي ال 4 جرام دول على مدار 15 دقيقة ومعاك لو هتشتغل على حالة اكلامسيا ادي الايزبام قبل الدوز بتاع المغنيزيوم سلفيت. المينتنت دوز العادية ما تتعداش 24 في 24 يعني 24 جرام في 24 ساعة. يبقى المينتنت دوز 1 جرام في الساعة. وتفضل هتدي المينتنت دوز دي ازاي؟ في طرق مختلفة لاستخدامه ولكن 1 جرام في الساعة. لو العيانة فيها recurrent fit أو مفيش response وبنعمل احنا شغل دلوقتي على البودي ماس اندكس وعلاقته بالدوز ممكن المرة الجاية أقول لكم ممكن ترفع تدبل ذا دوز من 1 إلى 2. ازاي بتدي بقى؟ ازاي بتدوا المغنيزيوم سلفيت؟ ده الكلام بقى اللي احنا عايزين نطلع بيه. بتدوه ازاي؟ بتستعملوه ازاي؟ ها؟ حد المايك يقول ايه؟ حد الميكروفون اتفضل. لو فاكر كل ساعه وانا اقول او في اربعه جزء ازازه محلول على اربع ساعات. يعني اربعه جرام في ازازه محلول لمده اربع ساعات كل ازازه. اربعه جرام في ازازه محلول يمشي اربع ساعات. يمشي اربع طبعا الكلام ده غلط خالص. خالص. ليه بقى؟ 10 في 400 10 في 400 ماشي. والدريب
لا والدليل يعني تاخد كام في الساعة؟ قد ايه فلوي؟ غلط. ازاي بقى بتمشيه؟ ده اللي فيه؟ طبعا برضه غلط. يبقى حتى عندنا في الجامعه غلط، هي الفكره صح بس الابلكيشن غلط، بتمشي التريب ازاي؟ ده مهم بقى لازم نعرفه. برضه غلط. الكلام ده مهم جدا، مش معقول تكون اولا الدايركت انترافينس ما تعرفش عليه خالص. اثنين الانترا ماسكول اتس فيري بينفول، وعشان تبقى عارف معلومه بقى. انتوا عارفين ان ايه الفرق بين الانترا فينس والانترا ماسكول؟ لا، الامبولات دي ما تنفعش دي. الامبولات الانترافينس لها تركيز غير الانترامسكولار، فما ينفعش تاخد دي تستعملها مكان دي. وان اوف ذا كوز اوف ماتيرنال هايبرمغنيزيميا از ذا اكسيدنتال يوز اوف انترامسكولار امبول انستيد اوف انترافينس وان. واحده من اسباب الماتيرنال هايبرمغنيزيميا والفيتال هايبرمغنيزيميا انك تاخد الامبولات اللي هي ديزاين فور انترامسكولار تستعملها انترافينس. تعالى اقول لكم ازاي نستخدمها. عندنا طريقتين. الطريقه الاولانيه البامب. البامب لو انت خدت اربع امبولات الامبول في 10 مللي، هتاخد اربع امبولات بايه؟ ب 40 مللي، هيتحطها في بامب، والبامب دي تتظبط الريت بتاعها ان هي تخلص في خلال ايه؟ اربع ساعات. دي الطريقه اللي هي الصح، ده الفيرست تشويس. السكند تشويس، التشويس الثانيه اللي هي البلدي اللي محمد قال لكم عليها، عباره عن ايه بقى؟ عباره عن تجيب ازازه بلاش سلاين. محمد سلاين مش مستخدم قوي جلوكوز دكستروز، ولكن لو احتجت السلاين يو كان يوز ات، انما اتس نوت ريكومندد تو بي ذا فيرست لاين. انك تجيب الازازه تاخد منها 100 مللي ديسكاردد، وتاخد 10 امبولات، يعني بقوا كام مللي؟ بقى 10 امبولات بقوا كام مللي؟ 100. تقوم حاطط ال 100 على 400. ال 100 على 400 يبقى انت بقى تركيزك ال 50 مللي جرام بقى فيها ايه؟ 1 جرام. قد العينه دي ايه؟ 17 نقطه في دقيقه. لو عملت كده تخلص الازازه على المده اللي انت عايزها، فهتديك الدوز اللي انت عايزها. هقول تاني. ويزدرو 10 مللي فروم، تجيب سرنجه 50 مللي وتسحب 100 مللي من ازازه جلوكوز دكستروز 5%. اثنين خد 10 امبولات من المغنيزيوم سلفيت، يعني خد 100 مللي فوليوم، حط ال 100 مللي دول في ال 400. يبقى النت ريزلت بتاعتك ان كل 50 مللي من هذه الزجاجه تحتوي على 1 جرام مغنيزيوم سلفيت. اظبط البريك 17 نقطه في الدقيقه. ال 17 نقطه في الدقيقه دول هيدوك 50 مللي في الساعه. ال 50 مللي في الساعه دي هتديك الدوز اللي انت عايزها اللي هي 24 مللي في ال 24. خلاص. في بعض الحالات ممكن تستخدم السلايد انستيد اوف جلوكوز. ده اللي اتعمل عن ده اللي اتعمل عندنا. يبقى تاني ماشي، احنا بنفرق ما عندهمش، انت هتظبط بالنقطه. يبقى تقول تاني لو انت عندك البامب، خلاص كل اربع ساعات اعمل بامب. البامب دي فيها 40 مللي، يعني 4 جرام من 55، وتجهز البامب الثانيه كل اربع ساعات. ما عندكش بامب، الطريقه البلدي ان انت تسحب 100 مللي وتحط مكانهم 100 مللي وتشتغل. الديوريشن اوف ثيرابي زي ما قلنا ان هو الاكلامسيا بتستمر لمده يوجوالي 2 دايز، والبري اكلامسيا يوجوالي 1 داي، ولكن لو البري اكلامسيا ستيل ان كنترول يو كان كونتينيو فور انذر داي. يبقى 1 داي and 2 day. 1 day for preeclampsia, 2 day for eclampsia. However, if the preeclampsia is not controlled, you can continue for 2 days. How to monitor your patient? Usually, لو العينة عندها kidney function test والrenal function والliver function كويسين، ما بيحصلش مشاكل على 1 gram per hour. إنما أسباب الماتيرنال هايبرمغنيزيميا اللي يخلي العيانة يحصل لها مشكلة، لو عندك liver impairment أو عندك hepatic impairment أو عملت accidental use of intramuscular instead of intravenous. يعني لو اللي داخل ما بيخرجش، انما العادي ان هي العينه ما بتخشش منك في ماتيرنال هايبرمغنيزيميا.
لازم تشوف النفس كتير، نعمل لها شورت بلد بريشر بلس ريسبيراتوري ريت انبوت واوتبوت اوكسجين ساتوريشن. وانت كدكتور بتدور على ثلاث حاجات، بتشوف النيجر، بتشوف الريسبيريشن ريسبيراتوري ريت، مهم جدا انك تشوفه وتسمع اللانج بيث عشان تشوف العلامه دي ديفلوب طنه قديمه ولا لا. البايوكيميكال مونيتورنج المفروض كل ست ساعات تعمل التتر، وهو الثيرابيوتيك ليفل اوف مغنيزيوم سلفيت كام؟ ها؟ كام؟ من 4 ل 5. الثيرابيوتيك ليفل لغايه 7 مللي اكوفلنت، هو مللي ولا مللي اكوفلنت ولا بتاع؟ مللي اكوفلنت. والنورمال كام في الجسم؟ نورمال احنا عندنا قد ايه؟ احنا عندنا 2.2 من 10. الثيرابيوتيك ليفل اب تو 7، يعني من 5 ل 6 اب تو 7 مللي اكوفلنت بير ليتر. فبنقول في وايد رينج اوف ثيرابيوتيك ليفل، عشان كده عاده لما تنام هايبر ماجنيزيميا والنيونيتال هايبر ماجنيزيميا ما بتشوفهاش كتير. فبنقول ان هو كل ست ساعات يو هاف تو فولو اب، طالما قلت ست ساعات ما تعديش السته عشان ما تنساش. ده مهم قوي بقى الجدول ده. النورمال ليفل كام؟ حوالي 2.2 من 10. الثيرابيوتيك ليفل كام؟ حوالي 6 مللي جرام مللي اكوفلنت بير ليتر. ازاي تعرف ان انت ان دينجر؟ ايه؟ ها؟ تلاتة قول. يعني انا بقول لك احنا 7 مللي جرام، النيجر هيروح امتى؟ عند 10. لا مش 7، لا لا احفظ الارقام دي. 10 النيجر كده يبقى افكتد. 2 ريسبيريشن افكت عند كام؟ عند 12. بعد كده اكسبيرت ديبريشن كام؟ عند 15. بعدين يحصل كاردياك ارست عند كام؟ وايه بقى؟ حتى ارست في السيستول ولا في الدايستول عند 24. يبقى الارقام دي خدوا بالكم منها جدا. ايه هي؟ رقم واحد ان النورمال ليفل 2 مللي اكوفلنت بير ليتر. 2 الثيرابيوتيك ليفل اب تو 6 مللي اكوفلنت بير ليتر او 7 مللي اكوفلنت. 3 النيجر يبدا يروح عند 10 ل 12. 10 بس، اخر 10. الريسبريشن تو بي افكتد عند 12، عند 15 يحصل ريسبيراتوري ديبريشن، عند 24 يحصل كاردياك ارست في الدايستول. في ثلاث نقط لازم تعرفهم. دول الثلاثة الـ NB اللي في نهاية المحاضرة. رقم واحد if there is أوليجوريا أو كرياتينين سيرم كرياتينين زاد. رقم اثنين لو توكسيستي حصلت. رقم ثلاثة لو حصل الكرنت كونفرشن. تعمل ايه؟ ببساطة لو في أوليجوريا هاف ذا دوز، لو في توكسيستي ستوب ذا دوز، لو في ريكرنس دبل ذا دوز. وصلت؟ بس اتفضل. اخصائي كده. اخصائي كده؟ طيب بس هنكمل بعدين. اي ثينك ما هنكلمك ده، انا بس هقول لك قريه بسيطه. هقول لك اهو. هقول لك انت. 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 ماشي. واحد يو هاف تو تشيك ذا ليفل ان اوردر تو نو ويذر ذيس ليفل ان ذا ثيرابيوتيك ليفل اور ذا توكسيك ليفل. ده كلام بقى الايه الصح. لو اثنين ادي لازكس وشوف هيحصل اوبزيرف الفيرال اوتبوت هتتحسن ولا لا. ثلاثة اسكالتيت اللانج بيز ان اوردر تو نو ذات ذير از نو ايديما. أربعة إذا مغنيزيوم سلفيت أعلى من 7 مللي اكوفلنت هاف ذا دوز أو ستوب ذا دوز. بعد كده انفورم يور اسيست يور سينيور وعيد تاني التتر بتاعك. يبقى الأوليجوريا اعمل ثيرابيوتيك ليفل وشوفه وهاف ذا دوز وشوف اليورين هيتحسن ولا لا. لازم تنفورم اللعنة منك وحد من النفرولوجي. لو حصل توكسيستي مفيش نقاش، يو هاف تو ستوب ذا دوز وتبلغ الناس السينيور وتدي الكالسيوم كايه؟ كانتي دوت. لو في ريكارنت كونفنشن الصح انك تشوف الثيرابيوتيك ليفل حلو ولا لا، وممكن تدبل الدوز في هذه الحاله عشان تعمل كنترول. وبعد كده تنقل عينك للانتنسيف كير يونت.
لازم فهم مش مهم. دول الاختصار للي احنا قلناه. المحاضره اللي انا قلتها عباره عن 3 سلايد. هما 2 سلايد بس انا التالت عجبني فحطيته. وانا ما قلتوش بس قلت ضمن الكلام. الكتاب اللي في ايديكم ده ان شاء الله المره الجايه في نهايه كل شابتر هنعمل المنظر اللي هو ده بس نتفق عليه. واي ثينك ان بنسبه 99% من الناس اللي قاعده هتتفق معايا على الالجوريزم اللي انا حطيته دلوقتي. المغنيسيوم سلفيت هنعمل بانر ونعلقه عندنا. هنقول ان هو له 3 ميكانيزم اوف اكشن: نيورو ماسكولار بلوكر، فازودايليتور، مايت انتي ديبريسنت. وهنقول له 3 انديكيشن: سيفير بري اكلامسيا، امينانت اكلامسيا، اند اكلامسيا. وهنقول له 3 كونترا انديكيشن: هيباتيك اللي هي اللي فوق، رينال، وهيباتيك وكارديك. وهنقول الميثود بطريقتين: يا بام 5% دكستروز، وال 5% دكستروز عرفنا ان احنا نشيل 100 ونحط 100 ونظبط على 17 نقطه في الدقيقه. الدوز ما تتعيش نفسك في التصوير يا دكتوره، انا باذن الله هبعتها لكم على الرابطه وهنعمل دي بانل وهتبقى عندكم باذن الله. بس هشوف ديفرنت لاب كانت هنا، معرفش مين موجود في الشركه، هنقول لك حسابها مش حسابنا يعني. الدوز 4 جرام في الساعة، والميلتنس 1 جرام في الساعة، ولا تتعدى 24 في 24 إلا لو في ريكارنس فيت. ريكارنس فيت ممكن تزيد سنة تضبط الدوز. هل تو مونيتور يور بيشنت 4 حاجات: ريفلكس، ريسبيراتوري ريت، اسمع البيش، شوف الأماونت فيورين كأوليجوريا، وآخر حاجة الثرابيتك ليفل لا تتعدى 7 ملي إيكوفالنت بير ليتر. لو حصل توكسيستي يبقى الباتيلر ريفلكسي بيختفي عند 10، الريسبيراتوري ديبريشن عند 12، ريسبيراتوري ارست 15، كارديك ارست اند داستول عند 24. اخر 3 حاجات: 3 NB، if there is oliguria you have to do half the dose, if there is toxicity stop the dose, if there is recurrence double the dose. يبقى ده المحاضرة الكاملة بتاعة المغنيسيوم سلفيت: indication, contraindication, mechanism, method, dose, monitoring, toxicity و 3 NB. الالجوريزم ده بقى هي المحاضرة الأولانية كلها. نمشي كده step by step. جالنا pre-eclampsia eclampsia، هنعمل ايه؟ maternal and fetal assessment بسرعة. هيبقى عندك احتمالات الاتيه: 1 ان تكون ايمنت اكلامسيا او اكلامسيا، ترمينيت كنترول اند ترمينيت، يبقى كنترول اند تي او بي، كنترول اند ترمينيت. بيشنت لقيت الجستيشن ريش 38 وممكن نخليها لغايه 36. ترمينيت لقيت العيانه اقل من دي او اقل 34 جستيشن بس فيها اكثر من 34 سوري، بس في سيفير بريجنانس او ان ليبر او ابنورمال فيتال تيستنج او سيفير اوليجومينوريا او اي جي ار، تعمل ايه؟ ترمينيت. يبقى دول يساووا دليفري. يبقى دعونا نتفق: اي سيفير، اي ايمننت، اي اكلانس يو هاف تو ترمينيت. اي عياله جايه فول تيرم يو هاف تو ترمينيت. اي عياله حتى لو 34 اسبوع بس فيها انديكيشن فور ترمينيشن از ا ريزلت اوف abnormal fetal testing, oliguria, IUGR, severe preeclampsia, you have to terminate. يبقى الموضوع التاني ان انت مش هتعمل ايه؟ ما لقيتش الحاجات دي. يبقى هتسال نفسك هي mild ولا severe. If it is mild, hospitalize or office management. ممكن كده hospitalization او without hospitalization. Maternal and fetal assessment, if the condition ماشي كويس wait for maturity, if there is worsening situation regarding the mother or to the fetus, or if the patient approaching term, or if the patient develop labor or develop rupture of membrane. هيقوم جاي سهل على ايه؟ على التيرمينيشن.
افضل السفير في نقطتين. سفير تحت 24 او 23 اسبوع انت بتضيع وقتك. انما سفير ولسه ما بين 22 ل 32 اسبوع يو كان جيف سترايب انت هايبرتنسيف ماتيريال اند فيتال اسسمنت اند دليفري ات 34. If the patient is already around 33 or 34, one dose of steroid delivered after 48 hours. Then, the final decision. If the skin is there, if magnesium sulfate is going to be done, and we have it, and the skin is there, if it is going to be done, if it is going to be done, or if you have another opinion, we will take your opinion. الانتي دوت من حطينا ماشي مع المجلسه مسافرين مع توكسيستي انتي دوت نحط الانتي دوت. دكتور محمود المجموعه اللي هنا اكسبتنج ما هي ابسط ازاي اقول لك بص ما انا هقول لك ابسط بص يا بيه هقول لك ابسط بقى وهي وان سلايد عباره عن ايه؟ العين جايه سبير بريك دانسر اتلانسر examine the patient maternal fetal assessment. You have to terminate or not to terminate. When to terminate, these are the indication of termination. See, imminent eclampsia, preeclampsia, severe preeclampsia, patient above 34. Then, if there is no indication for termination, you have to look for the severity. If it's mild, you have to continue conservative management until maturity, and if it's severe, you have to before or after 34. After 34 or 33, you can give one dose of steroid and terminate if it is very low and gestational age, let's say below 24, you have to terminate. هي المشكلة بتيجي ما بين 24 ل 34, you have to conserve, you know, and then you have to recheck and to take your decision. لو خدت magnesium sulfate وحصل معايا تاكل، هاوز ذا دوز ولا ستوب؟ You try actually, you have to hold the dose او ستوب او تاخد الحاجات المضادة وترفض الانسولين تاخد الحاجات التانية. الحاجات اللي هتستوب البليدنج. النقطة دي مهمة قوي جدا ودي آخر سلايد اللي هي البري أوبرتيف كير بتاع البري إكلامتيك بيشنت. لو هي بري إكلامتيك مايلد أو سيفير ماتيرنال أو فيتال كومبليكيشن مش موجودة بتاخد ريجونال أنستيزيا. إنما وإذا هناك كومبليكيشن هتاخد جنرال أنستيزيا. بعد كده لو هي إكلامتيك لو في نورمال إنتركلينيك بريشر no clinical evidence of bleeding, platelet count more than 80,000, consider regional anesthesia. إنما لو في حاجة من الثلاثة دول consider general anesthesia. خلاصة السلايد دي إن type of anesthesia in cases of preeclampsia eclampsia syndrome have to be regional except if there is indication for general لأسباب متعددة apart from إن هي البليدنج هي اكتر مع الجنرال، العيانه هتبقى موتيكريتد مع الجنرال، الليفل اوف كونشسنس هيبقى مش معروف مع الجنرال. ان انت وانت داخل ممكن تعمل مشكله ورايزنج بلاد بريشر دي رقم واحد، وانت داخل ممكن يبقى في سام سورت اوف لارنجيال اديما فتبقى في مشاكل. اتمنى ان تكون الرساله واضحه. هي البري كانسر كانسر الالجوريزم اللي احنا قلناه هو ده اللي احنا هنمشي عليه. الورقه دي والورقه اللي قبليها واللي قبليها هم دول الثلاثه اللي هيتعملوا في صوره بانلز ويتوزعوا عليهم. هنفتح النقاش بقى لو في اي حاجه عايزين تعدلوها. السؤال الدكتور حامد للوصول للسعر الدقيق. هم احنا هنسال ما انا هسال اول سؤال هو انت حضرتك كنت يعني في السلايد اللي هي فيها ترمينيشن لو قبل 23 اسبوع الاريا اللي هي من 23 ل 32 متساويه عندنا في الصحه يعني وقت 32 ممكن اعمل ترمينيشن والله مش مهم ولا اي حاجه يعني عايز اعدل المنطقه اللي هي من 23 ل 32 حد فيكم مثلا عنده هايت سيزون بريكلامسيا او مايلد بريكلامسيا حتى عند 30 اسبوع موصلها 36. بص مايلد بريكلامسيا
سيبها بقيتها ممكن توصل للشغل خير مديون يعني. لما سيبيري كانسة برش جبارة دي في الدنيا. لو جبت السؤال لبارة دي من هي فكرة كلها ان المعدل دي تحت 24 اسبوع دي بتدخلها في مشاكل انك تسيبها وتخيل ان هي هتتحس لو فيها اكتئاب سيفير يعني الموسيقى بتاعها فيها مثلا سيفير كانسة او لبت كانسة لازم تتبنيها زي الناس اللي عندها في الدنيا 24 اسبوع ده نص يفتح البيت ده كده كونسيرت ده كونسيرت بشرب مجهود العقد ولا هيبقى سيجاره عامله 23/86 كان 23 احنا هنا عشان تعمل فعلا وتكون مصري اتفضل يا فندم. هي القصه بتاعتها محسومه دكتور يحيى لو اتفقنا ان الحالات السكري خمسه وتبقى ديجستيشنال ايج شوتنج سكرايز حضرتك ليه حامل هم ادمت واعمل اوبزرفيشن اني ديتيريوريشن للماتيرنا او في الكونديشن ترني لكن حضرتك هتتابعها بره وهي من هي من 24 اسبوع لحد ما عايز توصل 24 اسبوع ذس از بريود. محمد بعد اذنك تتكلم احنا اتفقنا على نقطه سيفير بريكلامشن هوسبيتاليزيشن اثنين مفيش نقاش بقى ان احنا بره وجوه خلينا نتفق وقت سيفير هوسبيتاليزيشن اثنين كونزيرف افتس فيها امل فيها امل يعني فوق ال 24 اسبوع ثلاثه تحت 24 اسبوع العيله نفسها ممكن تموت والعيل يموت فخلينا نتفق على حاجات كده تبقى واضحه رجال الزون ما بين الزون ال 24 وانت طالع وانت في المستشفى كونزيرف وشوف لو حسيت خير وبركه بتكمل بس برضه ما تيجي تكمل لغايه 34 وسطور ذير از نو نيد تبقى 35 و36 هي الفكره كلها ما بين 24 و34 ان انت تو كونزيرف وفين ما فيش فين في المستشفى وانت هي الناس تقدر توصلها ان انت هوسبيتاليز بيشن هيبقى في تيم مسؤول عنها الاسسمنت هيبقى ريجولر وهيبقى في ايرلي ديتكشن لاي كومبليكيشن وانس كومبليكيتد ترمينيت وتبقى ديسيشن. عايزين نتفق على حاجه واحده زي ما قال الدكتور حامد الدكتور محمد ابراهيم سيفير بي اكلابس ان ايجيبت ترمينيشن وتبر جيستيشن الراجل اللي قال ان احنا نعمل كونسيرت في المانجمنت اوف سيفير بي اكلابس في السيفيري وحط ريكويزيتس مش موجوده في مصر هل متفقين على هذا؟ لكن مش عارف بقى هوسبيتالايز انا لو ديتيريت مش عارف ايه لا الدكتور مش عارف بس ليه احنا ليه نضرب اليوم تبر الجاي من 24 ل 34 لما نخليها حتى عندنا دلوقتي ان الريسك على الماتيرنال مورتاليتي عليه بتتكلم على ايه يا سعاده الباشا؟ فتره من 24 تتكلم على 30 على السيفير بريكلامس اما بعد اذن حضرتك ليه ما نخليهاش من 28 ل 34 حتى لو انا عملت ترمينيشن عايز تعمل سيفير بريكلامس تعمل كونزرفتيف مانجمنت ولا ترمينيشن؟ كونزرفتيف مانجمنت من 28 اسبوع لا لحد 34 اسبوع وطيب خلاص احنا سمعنا راي حضرتك نسمع راي الدكتور محمد تونجي. انا الاول واحده ما بين اربعه قبل 24 سنين دي ترمينيت بعد 34 ترمينيت مش فيها نقاش الفكره الجايه من الجمهوريه ما بين 24 34 لو انا واقف بس على سبيل ونيت لانس او زوجتي تو ماتيرنا كوميونيكيشن وكان كونزرف معلش اسف وكان كونزرف انا ودو ات لغايه ما احسن التيوريشن وكان في الكرافت او تكمل 34 سنين الناس ما تشوفش تحت 24 فوق 34 ترمينيت ما بين 24 34 هوسبيتالايز اند كونسيرف اف ذا كونديشن ديتيريوريتد ترمينيت اف ذا كونديشن ماشيه كويس وبعد الحالات بتمشي كونتينيو بس ده الثالث ريكومنديشن فاينل ريكومنديشن لا 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 تراي سيفير ترمينيشن. بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه وحضراتكم بخير والامر بسيط جدا جدا انا بستاذن حضراتكم بعد نهايه النقاش في الفيكو 2019 ريكومنديشن انا عاملها حوالي 4 أو 5 سلايد موجوده معايا على الموبايل لو عايزين طب نعمل ايه ما انت ما قلتهاش وانا هقولها انا جاي بنظري انا جاي اعمل مش نظري ما تاخدش معايا احنا الهدف من انا سالت بص انا واعي جدا سالت انت قلت ايه وبدات بايه وبعدين انا عندي حاجه محافظه ما انا عارف اتكلم في ايه وانا يا جماعه دي مش راي شخصي ده بيشن تو سيت ات از ا ساينس اند بيشن تو سيت الموضوع ببساطه شديده جدا في بريفنشن والدبليو اتش او والفيكو في بريفنشن يا دكتور محمد طب دي واحده اتكلم وانا قاطعتك يا جماعه الموضوع
اللي احنا عارفينه بريفنشن بيتر ذان تريتمنت. لازم الدكتور يبقى عنده حاسه ويفكر خارج الصندوق انه يكتشف الحالات دي بدري. يكتشفها ازاي؟ في بروتوكولز فيها زي الدكتور بكر ما بيقول ما تمشيش معانا، ولكن في ايجيبشن بروتوكول والفيكو قالها مش الايجيب للو ريسورس كامبس، وحاجات سهله جدا جدا. ده نمره واحد. نمره اثنين، طب الحالات الريسك دي لما تلاقيها هتديها ايه علشان تقلل الانسيدنس اوف الاكلامس؟ بري اكلامسيا از نوت بريفنتبل ديزيز، هاويفر اكلامسيا از انالجلكس، يعني لو العيانه معاك وحصل لها اكلام كتير ده انت بتحاسب عليه على انه ما براكس. بلا شك الدكتور حامد بيتكلم على الجزء الاخير ماشي، وحكايه الديوريشن اوف جيستيشنال ايج والمانجمنت برضه الفيجو قايلها بطريقه في منتهى البساطه، لو الوقت سمح نقولها ان شاء الله، ولكن باختصار عشان نفهم القصه. It is a generalized disease with generalized pathology. Vasus vas بيعمل organ maternal organ dysfunction ايا كان بقى بكل الحاجات اللي قالها الدكتور حامد، وبيعمل في يوترو بلاسينتا انسفشنسي ونواته ايا كان. فانت بتتعامل مع الثلاثه بريفنشن، بريدكشن اند بريفنشن، اير بريدكشن، نمره اللي بعد كده تريتمنت اوف ذا ديزيز. ودي جايد لاينز واضحه جدا، مش رايي ولا راي الدكتور حامد ولا ضغط، لا ده حاجات ساينتفك. وهو الهدف من الكلام ده زي ما بيقولوا ايه؟ حطها، ده قاعده شرعيه، حط ودي علميه برضه، حطها في رقبه عالم واطلع سالم، وده هدف البروتوكولز او الجايد لاينز. حطها في رقبه عالم واطلع سالم، مش انا قلت ولا ده قال ولا خبرتي، لا اللي هو ايه الايفيدنس بيز او الريكومنديشن او الجايد لاينز، وان شاء الله موافقين. اتفضل دكتور عادل. احنا مالناش ايفيدنس بيز، احنا مش قاعدين ايفيدنس بيز، وما بنتكلمش ايفيدنس بيز، ولا هنتكلم ايفيدنس بيز، ولا القعده يا اخوانا. عايز اقول طبعا انا بشكر الدكتور حامد على المجهود العظيم اللي عمله ده، لكن الحقيقه انا هتكلم على نقطه اساسيه، وانا شاركت في وضع بروتوكولات في اكثر من حته. الطريقه اللي احنا ماشيين بيها دي طريقه كويسه، لكن في طريقه افضل منها. انا هعرضها عليكم، ولو وافقتكم يبقى نعمل اللي بيحصل ادي عشان تحط بروتوكول، وعندك في فرق ما بين الثلاث حاجات، البروتوكول والبولس اند بروسيجرز والكلينيكال باثوي. احنا هنا جايين عشان نشوف بنتكلم ناس عارفين، واللي بنيجي نعمله بنعمل ادابتيشن لبروتوكول مثلا زي بتاع الفيلم. كنا بنعمل الاتي، كنا بنيجي نقول للدكتور محمد، الدكتور محمد لخص لنا البروتوكول بتاع الفيجو في ثلاث صفحات، وبنيجي الاتي الدكتور محمد يعرضه وبناخد راي. ما كان كل قصه ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه، وبيوزعها على الناس قبلها كمان، وبنناقش في الجلسه الواحده ثلاثه اربع بروتوكولات، لان احنا لو مشينا كده مش هنخلص زي السنه الجايه. طب هكمل كلام ايه؟ وكان بيجي ده اهو اللي عباره عن ملخص البروتوكول بتاع الفيجو او بتاع الرويال كوليدج، وبنقول كده ادات فروم كذا، وبنيجي واحده واحده بناخد فوتنج. لا احنا ما عندناش زي الدكتور حامد، ما عندناش دومه، ما عندناش سي تي جي، نقوم شاطينه خالص. ما عندناش اللي بيتالور ولا اللي مش عارف، نقوم شاطينه خالص. وبعدين نطلع في الاخر بكلام محدد، ولا هو بيتكلم عن مصر جينيس ولا مش عارف ايه ولا ايه، عباره عن صفحتين. الصفحتين دي كلهم مش انا اللي عاملهم، لا انتوا اللي عاملينهم، وهم ده اللي بيمشي عليه. فلو انتوا شايفين الطريقه دي احسن، اتفضل دكتور حمد. تاني واحد تاني يا دكتور، احنا مش هنا عشان احنا جايين اولا، يعني انا بتهيألي ان الناس دي تعرف ازاي تدي الميزه مسافات وازاي تشيل مين مين وتحط مين مين، دي اهم من المادين هم تفتح سبيس والكلام اللي بتقول عليه ده. معلش يعني خلينا نتكلم، احنا مش جايين نتفكر مع الناس، احنا جايين في فرق بين يا جماعه واحد يجي تو ديليفر ساينس واحد تو ديليفر شو. انا مش جاي اعمل شو، انا مش جاي اعمل شو اللي هو بديله كلاسيفيكيشن وتفتح سبيس، انا بديهم حاجه هم عايشينها هم عايشينها. في فرق بين الدليفر ساينس والدليفر ساينس، لو نبقى لو في ميتنج ونشوف تعمل شغل، انما هنا انت عايز
المدينه بتقيم بتتاجر ازاي؟ تقيس الضغط ازاي؟ وبعدين هو هتلاقي في البطوله اللي احنا يعني ده انا متفق معاك في هذا الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الغرض من البروتوكولز او من القعده كلها ان احنا كاطباء كلنا نتفق على سيمبل على سيمبل وان احنا هنشخص ازاي هنعالج ازاي ان احنا بس خلوا كملها بقى بالصلاه على النبي يعني انت من قبل كده الناس بتتعلم ازاي تشخص بالراحه ازاي تعالج بالراحه والحاجات اللي هي المفروض يعرفوها الاساسيات بتاع الضغط وبعدين هم عاملين سكيل شويه لازم لازم نختلف مع بعض عشان نطلع بالصوره الموحده الداخليه تمام. دكتور محمود زورة خبرة وسنة. على فكرة ليس هناك اختلاف الرأي إطلاقا. ده اختلاف في طريقة التعبير. بس أنا وجهة نظري إن لو الدرجة اللي بفكر في حاجة دور الرابطة إيه؟ Implementation of these lines. Implementation of this knowledge to be able to reach the knowledge to every person. دكتور محمود معلش الأول دورنا هنا إيه؟ إن إحنا نطلع بكونسنسس مفيد للناس وبعدين دور الرابطه ايه تاخد الكونسنسس ده توصله للسبلاير. فاحنا جايين مش عشان نتكلم على حاجه ما بيشوفوهاش ولا ما ولا بيعرفوها بس عاوز اسال سؤال للدكتور حامد. اتفضل. لو انا اخصائي نساء في مستشفى لابراوه وجالي حاله سيفير بريكلامس محتاجه هوسبيتال ادمشن هعملها هوسبيتال ادمشن في لابراوه ولا حولها لمستشفى ثانيه مور سكند ريفيرال سنتر؟ الديبند عندك امكانياتك ولا لا بقى. طيب انت عارف ان لابراوه از نوت او لابراوه والسنبلاويه وفين وفين داز نوت هاف ذا سيم امكانيات. هو ده الكلام بقى. اذا لازم يتعمل فين؟ يتعمل لو احنا هنعمل جايد لاين او بروتوكول او اي حاجه لازم يتحط نظام ان انا وين تو ريفير ذا بيشنت تو ويتش سنترز ان ذيس المفروض ان يتعمل في كل لوكاليتي مستشفى معروفه كبيره سنه تشيل الحالات دي يعني ده بنروح عندها 10 مستشفيات يبقى في واحده منهم لحد ما سكندري كير ستيشنري فدي تلم الحاجات دي. عند ذيس وان هاز تو بي ديسايدد بالاجريمنت بين سيادتك رئيس قسم النساء في الجامعه. ده شغل وزاره الصحه اللي انت عارفه انها رئيس قسم هنا واحد لا سيادتك مع الرئيس مع وكيل وزاره الصحه قلت الكلام ده لهم خلينا نتكلم في الرابطه دور الرابطه احنا بنحاول نعمل القعده دي من زمان. بص انا ما بعرفش اتكلم واقول ايه الكلام الحلو اللي هم بيقعدوا يشاوروا بيه. انا قبل ما انص انا الكلام ده قلته من زمان وحطيت فيديو معاهم من زمان ولا حد بيجي ولا حد بيعبر ولا حد عايز يعمل حاجه وده سر حلاوته اصلا. ماشي دكتور محمد كنت بتطلع محتوى عريضه وبتبقى في وقت التفريغ المدنيه بس احنا شيش استشاره النساء في المدينه احنا الوقت ثلاث اطباء نساء جامعه طلع المديريه طلع المديريه مش عايز يعمل حاجه ما هو ايه هم انا بكلم اهو بصوت عالي طلع المديريه مش عايز يعمل حاجه ها إيه؟ تاني اهو طلع المديريه مش عايز يعمل حاجه بس انا مش عارف ليه لا انا بتكلم طلع لا بتكلم ليه طلع المديريه مش عايز يمد ايده في ايدنا خلاص حلو يا باشا اهو دور رابطه الاطباء النساء والتوليد انها تربط الاثنين ببعض. والله ده انا رحت لهم وده احلى وده احسن واحلى حاجه في التوك اللي قلتها النهارده دي احلى توك سمعتها من شهور بصراحه توك في منتهى الجمال في منتهى الحلاوه. ازاي نعمل امبلمنتيشن ففي حاجه مقطوعه بين الجامعه والصحه. ده دور الرابطه فلو الرابطه قدرت الرابطه انا اسمع من الدكتور يحيى ان هم كلموا وكيل وزاره الصحه وقال لو الجامعه واساتذه الجامعه واتفقنا على خطوط معينه ارشاديه معينه نعملها مستعد انا الراجل وكيل وزاره الصحه قال مستعد ان هو امبلمنت ان هو فورس تو بي امبلمنت ان هو يطبقها في كل المستشفيات وكل المعلومه توصل لكل الاخصائيين. ده اللي احنا عايزينه. انا سمعت ده اللي احنا عايزينه بالصوره وبره. ماشي. هو انا دكتور حامد يعني التعاون ده ما كانش فيه من زمان؟ من زمان. وانا كده حضرت ورشه عمل من 10 سنين في كليه ماشي؟ وحتى كنت اقترحت اقتراح حلو
الصف بتاع الدكتور العدد كبير جدا ماشي، كان ممكن كل مجموعه من الصف كل التخصصات مش ناس بس تنزل وتشيل على المستشفى نفس الكلام اللي قلناه فورتين فورتين وباتشين ده الكلام اللي احنا قلناه ده. فده ده هدف الدكتور ساعه فورتين بتوع الصحه كان بيفرق ان انا المنوط بيا ان انا نسق المبادره الحاجه الثانيه عشان جاء مصلحه العيان رقم واحد رقم اثنين مصلحه الاطباء للسفر. ايوه ميديكو ليجا في الاطباء بتبهدله في اليابان والكلام من ده ده مصلحه في كل حلو مصلحه في مصلحه هاخد دي بقى من حضرتك تقول نقطه ان احنا لو عندنا فرقه من الدكتور ومتعلقه بحيطه والعيله جيت عملنا لها واحد اثنين ثلاثه اربعه ميديكو ليجا ما حدش يعرف يكلمها. انا جاي اخد التمرين مش عارف ايه الدوش كانت كذا الدوش كذا بنت مش كذا حصل لها خير ماليش دعوه. ففعلا ده ميدو كوليجا هيبقى مفيد جدا لهناك ان شاء الله. ان شاء الله التعاون ده هيجي استدامه مش في الناس بس كمان هنفتح مجالات الشغل ده ان شاء الله ان شاء الله يعني. وده وعد وانا المفروض ليا التنفيذ بتاع ده وترتيب الدورات التدريبيه والحاجات كلها اللي هم محتاجينها. طب برضه لما نتكلم بصراحه بقى احنا برضه زي ما انتوا عندكم ناس وكونت وناس مش عايزه تشتغل وناس بتعلق او بتعقد الموضوع زي الناس اللي في المديريه اللي انا بكلمك في وش انا عندي كده برضه في الكليه عندي ناس واقفه قدام احنا 57 واحد موجود كام مننا ثلاثه ممكن يبقوا ثلاثه فيه فيعني معلش ساعدونا عشان نساعدكم يعني نحط دماغنا مع بعض احنا نزور وانت نزور انت عندك ناس هتغير وانا عندي ناس هتغير لا مكانها عمليه عمليه شويه الكلام اللي سمعناه هذا كلام في منتهى الحلاوه في منتهى الحلاوه عاوزين نلخصه في طريقه معينه ونعمل اجتماع ازاي وكيل وزاره الصحه يضمن ان هذه الورقه وصلت لكل الاخصائي في الوزاره ويظبطها بإذن الله بعد ما نقرر كل البروتوكول على وكما على جمع من وزارة الصحة نوزع المستشفيات كلها لما سمعت الدكتور عبد الكروان تمام البروتوكول اللي هيتحط هنختمه باسم الاسم وهتختموه باسم الوزارة يعني عاوزين تمام الدكتور سامح الشيش استشاري الجمهوريه كان عاوز يقول لي رايه هو فين؟ الدكتور سامح الشيش من القضاء يا باشا. الكلام ختم النقابه ختم الجامعه ختم النقاب وختم مديريه وزاره الصحه ويضمن توزيعها والبروتوكول يشمل حكايه المستشفيات وزاره الكل يعني الكنز اللي احنا حاطينها حتى لو حصل مرتبك كده هو محمي. هو احنا عايزين نقول ان البري اكلامسيا او الاكلامسيا من حاجات الهاي ريسك بريجننسي واللي بتدخل في كريتيكال كير فلازم يكون الدكتور النساء عنده خبره في الانفستيجيشنز بتاعتها وفي شغل الاي سي يو الى حد ما مع لينك مع بتوع الاي سي يو لان حالات البري اكلامسيا سيفير بري اكلامسيا او ايفن الاكلامسيا مانجمنت في المراكز مستشفيات المراكز او حتى في الجامعه لازم يكون فيها هاي سي عشان الهيمو كونسنتريشن والفلويد بالانس والليفر والكيدني فانكشن والانزايم والكلام. انما دور الدكتور النساء زي ما الدكتور محمد سلامه استاذنا قال ان احنا المفروض يكون دورنا في المقام الاول في البريدكشن الهاي ريسك جروب والبري اكلامسيا والبريفنشن ان امكن على اساس ان انا اقلل الريت اوف اكلامسيا او سيفير بري اكلامسيا وما دخلش العيانه في دنجر. اما بالنسبه للبروتوكول والحاجات دي زي ما الدكتور حامد قال ان معظمنا عارف البروتوكول وال 4 جرام ممكن دوز و 1 2 جرام مينتنس والكلام ده كله نكاد نكون عارفينه. انما احنا انا رايي ان احنا في المقام الاول ان احنا نقلل ريت اوف سيفير بري اكلامسيا عند اكلامسيا ولما نشوف سيفير بري اكلامسيا او اكلامسيا يبقى احنا في شقين شق في الدور النساء والاستكريشن هاو تو وين تو دليفر هاو تو دليفر والحاجات دي يبقى اورينت كلاس وبرده الانفستيجيشن اللي هي قبل الدليفري على اساس يشوف هيحدد امتى يولد الحاله دي ولا
الكونسيرفاتيف مانجمنت. يعني مثلا على سبيل المثال اختلاف الراي في الكونسيرفاتيف مانجمنت في السيفير بري اكلامسيا ما بين 24 ل 34 اسبوع فيها دوري، انما على رايي ده احنا هنعمل الانفستيجيشن ونشوف هل هي فيها اورجن ديسفانكشن ولا لا. لو سبيل بري اكلامس ايا كان الجستيشن ايج فيها اورجن ديسفانكشن وهتدخل في اند اورجن دامج يبقى الترمينيشن از ايه؟ الزواج. فبقيه الحاجات زي ما استاذنا الدكتور ابو بكر قال مفيش هيدرالازين مفيش لابيكالول مفيش كذا، الحاجات دي مش موجوده عندنا كدكاتره في الانستغرام، موجوده في الاي سي يو، ممكن تكون في الاي سي يو. عشان انت هيدرالازين انفيوجن او لابيكالول انا كونستريكشن ما اقدرش اديه، لكن بتاع الاي سي يو هو اللي يديه وهكذا. فالبري اكلامسيا والاكلامسيا عامله مشكله عشان ان في لينك ما بيننا وبين الدكاتره في الاي سي يو وبين بتوع الانستيزيا وهكذا. انما لازم الدكتور الاستاتريشن لازم يكون على علم حتى بمعظم حاجات الاي سي يو والانستيزيا. دي تجربه وده اول خطوه في التجربه فلازم مش هتكون كامله. في عندنا اطباء زي ما الدكتوريه قال الجامعه بيمثلها الاستاذ الدكتور محمد يوسف، واحنا بنشكره جدا جدا بالشكر علمي وشكر اداري وشكره على تربيه الدعوه، والراجل مات بايده بصراحه علنا. بنشكر مديريه الصحه الضلع الثاني الدكتور سامي والدكتور عطوان. بنشكر الساده اللي حضر الدكتور ابو بكر مشاور الدكتور محمد سلام ابناء الداهلي الدكتور ابو مشاور الدكتور التكوي الدكتور عبد العزيز فهد ابناء الداهليه في الجامعات المصريه. وانتم طبعا رؤساء الاقسام، وبعد كده بيبقى المثلث اتقفل علشان نحدد نعمل عمليه تحديث وتوحيد للبروتوكول وتنصير، يعني يمشي معانا، ده هو الهدف الاساسي. المناقشات لما بتعمل حاجه كويسه اختلاف الراي يوصل للحقيقه، انما ما ننساش الهدف الاساسي ان الحمد لله دور الرابطه ان هي هتربط فعلا زي ما الدكتور محمود شوقي بين الجامعه وبين مديريه الصحه، لانه يعني ايه في الماضي كان في عقبات يمكن هم كلهم متفقين هدف كله سهل وجميل، لكن هي طريقه الكلام بعض الاطراف ما بيفهموش بعض واحنا تحت امرهم وتفوق دماغنا واحنا تحت امره مديريه الصحه، واحنا ان شاء الله ربنا يعني ايه معانا ان احنا هنجمع الاطراف ونجمعكم على حب وخير في سبيل تقدير المهمه بتاعتنا الاساسيه في خدمه المريض في خدمه الاطباء زي ما قال الدكتور عطوان. الدكتور يحيى رومي هيكمل بقيه الاهداف بتاعتنا. قبل ما الدكتور يحيى رومي كلمتين وي هاف تو اناونس ان الموضوع الجاي موضوع مهم جدا. اعملوا اناونس. طيب ما هو يعني طب خلاص موضوع مهم يعني. وانا بس هستاذن الدكتور حامد بيك نقطتين بالنسبه للنيوروجوريا ويز بري اكلامسيا وبالنسبه للفلويد بالانس ويز بري اكلامسيا. الفلويد بالانس ويز بري اكلامسيا كيسز اوف بري اكلامسيا ار مور برود تو فوليوم اوفر لود ديو تو جنرالايز فاسوس باث بيريديوس الفاسكولار كاباسيتي. الحاجه الثانيه انكريز الكابيلاري برميابيلتي فبتعمل اديما وفلويد بيبقى شفت بعد كده من الانترا فاسكولار فبيعمل فوليوم اوفر لود. عشان كده العيانه دي المفروض ان احنا نديها فلويد انفيوجن وسكورشنز. وسكورشنز يعني السنترال فينس بريشر ان كان موجود او البلمونري كابيلاري ويدج بريشر، بحيث ان العيانه دي ما تدخلش في الفوليوم اوفر لود لان هي سسبتبل كده وتدخل في البلمونري اديما. فبالنسبه للبودي ماس اندكس لو انا قدرت احسبه يبقى بدي 1 مللي لكل كيلو جرام بودي ويت، او لو ما مش قادر احسبه بدي زي ما الاستاذ الدكتور قال 70 ل 80 مللي امبيريكالي للبيشن. الحاجه الثانيه ان الاوليجوريا مع البري اكلامسيا. الاوليجوريا والبري اكلامسيا ايزر ديو تو ريديوس رينال انفيوجن لو العيانه دي فيها بليدنج مثلا، يعني انا ممكن اكون شغال في سكشن في عيانه بري اكلامسيا وفيها بليدنج وحصل رينال
Thank you.